مطرة بسيطة، يمكن هي ما مطرت يمكن ساعة، أقل من ساعة، نص ساعة، شفت بغداد غرقت. اليوم احنا نشوف الشارع اللي هو مشارع بغداد حلة، اللي طلع السيد المحافظ السابق، زين اليوم المحافظة الجديدة ما نعرف بعدها، بسم الله استوى مستلم، ما نعرف شنو راح يصير بامطار. اي ما نعرف ايش راح يصير، بس احنا نحكي على انجازات المحافظ السابق السيئة. المحافظ السابق طلع قبل الزيارة، قبل الأربعينية اللي فراحت، اللي احنا اليوم راح تجي أربعينية جديدة، زين يعني قبل سنة، قال بغداد حلة سوف يكون جاهز وسوف يكون لخدمة الزائرين. طيب من ذاك الوقت لهذا الوقت احنا دا نشوف بغداد حلة كأنه ما انت داخله بزومبي، بزومبي واقعي. دا نشوف شارع زين مسوي ليها دربونة، ومن هاي الجهة للجهة اليمنى السايد الأيمن لا تقدر توقف سيارة، تنزل مواطن يعبر ذاك الصوب ينزل. تعرفين اليوم الشعب العراقي شعب فقير، مو شعب طبقات رفاهية وعايش، صح، ينزل بالكيلو ينزل من الكوستر، ينزل بالخيسة، لأن السايد الأيمن عبارة عن مياه أمطار. تعرفين انت هاي مياه الأمطار وين راحت؟ نزلت بهذا الشارع. زين هذا الشارع ما مؤهل للخدمات، فقط حاطين ببار منهولات المجار ورابطيها ويا المواطنين. من مطرة هاي الدنيا خلاص دخل شيبشي وفاضت المياه الامطار الآسنة، فاضت المياه الآسنة مع مياه الامطار، طاف الشارع. اذا تشوفين اليوم بغداد حلة عبارة، تقولين هذا الشارع مو بالعراق، تقولين هذا الشارع بافريقيا، والله حتى افريقيا ماكو يد شارع. نعم. زين يعني الحقيقة يعني ما اعرف، يضحكون علينا، يضحكون على الشعب، يضحكون على الحكومة، ما اعرف على من يضحكون. يعني هيك شارع حيوي يربط محافظة بمحافظة، هذا المفروض تهتم به الحكومة بشكل صحيح. عندنا نحكي على الحكومة التنفيذية، ما نحكي على سيد رئيس وزراء او نحكي على اللجنة الخدمية اللي شكلها رئيس وزراء، نحكي على الحكومة التنفيذية اللي هي كانت مسؤولة عن هذا الشارع. اليوم هذا الشارع حيوي يربط بين بغداد حلة. من انطيت كلمة علي قلت خلال 3 أشهر للزائرين، هسه احنا بطلنا الزائرين، خلصت الزيارة. اريد احنا كمواطنين هذا يربط بين المحافظات الجنوبيه وبين بغداد بين الشماليه. يجب ان يكون الشارع نموذجي، هذا خاط لتجاره، خاط للسياحه، خاط للزائرين. نشوفه بشارع متهالك، شارع مندثر، شارع ما بي اي خدمات، وانصرفت عليه مبالغ بقد صرفها. فد هاي فد مفارقه، فد مداخله بسيطه، شارع بغداد حله انصرف عليه مبلغ هو مشروع التاجي، زين انصرفت عليه مبالغ. السودان صرف 25% من هاي المبالغ سوى به المجسرات والشوارع، اذا تشوفيها اذا تلاحظينها على وجه الكره على وجه الواقع. زين هاي المجسرات اذا تشوفيها ساحه النسور، باب الشرجي تاهيل بس ما اذا تشوفين اكو بعض الشوارع السودان اشتغلها، نشوف بها اكو انجاز. زين هاي الشوارع اشتغلها السوداني بهاي الفتره البسيطه، بهاي الايام البسيطه، بنسبة 25% من الصرف اللي صرفه المحافظ السابق، من صرف المحافظ السابق. يعني المحافظ السابق صرف ام فلوس بقد اللي صرفه العراق من 2003 الى اليوم. وين راحت بالحقيقة؟ يعني الفلوس راحت لتمويل احزاب، زين، وتمويل فصائل، وتمويل نفسه. انت الصوري بالله العظيم هذا مدير دائرة، زين، خدمية بسليمانية، يسوي مزاد على ماعز، اشترى بمليون دولار، عفوا بمليار، والله مزاد بمليار. هاي الفلوس مين؟ هاي الفلوس من الشعب، من الدوائر الخدمية، مين هم فلوس؟ وهذا ما نحكي لك، هذا طلع احد الاعلاميين على طريق بالطريق بالتلفزيون وحجاب نصا، يعني قال فلان الفلاني بفلان مكان اشترى ماعز بكذا مبلغ. يعني ما انا احكي لك يا محمد.